بسم الله الرحمن الرحيم. بعون الله اليوم مش حيكون عندنا درس بالمفهوم التقليدي، ولكن حتكون عندنا جروب ديسكشن اللي هي يسموا فيها مجموعة نقاشية. المقرر بإذن الله اليوم حناخده شباب مع بعضنا، حنتكلم اليوم على الإكسل 2016 على الأقل، ناخده بعض الموضوعات اللي احنا تناولناها في مجموعة من الفيديوز، ونحاولوا نمر عليها موضوع موضوع. لو سمحت مفروض يكون عندك مذكرة تسجل فيها بعض الملاحظات، وتشغل بعد شوية برنامج الإكسل باش تنفذ التمارين اللي بناخدهم مع بعضنا. فأنت تكون هنا ضربت عصفورين بحجر واحد، الجزء الأول أنت رجعت الفيديو اللي مطلوب منك، الجزء الثاني أنك بديت تنفذ فيه الأوامر المطلوبة وتسجل فيه الملاحظات عليها باش على الأقل تكون عندك يعني كرفرنس ترجع لها في أي لحظة أنت تبيها. باهين، زي ما عارفين شباب الحاسوب هو عبارة عن شني؟ هو عبارة عن، تمام ما شاء الله، كيان مادي وآخر برمجي ولا كيان معنوي. تمام، تعريفك هو هذا تعريف. إذن الحاسوب عبارة عن كيانين، مادي ومعنوي أو برمجي، هم اللي يكونوا الجهاز الحاسب الآلي. تمام، الجزء اللي تكلمتوا عليه اللي هو الكيان البرمجي هذا شباب، حتى هو يعني بيكون فيه أكثر من نوع. من حيث الوظيفة شباب، حنقولوا عندي برمجيات تشغيل أو برمجيات نظم التشغيل، وهذه تعتبر برمجيات مهمة وأساسية لا يمكن الحاسب الآلي أن يستغنى عنها. برمجيات تشغيل أو برمجيات نظم التشغيل، هذه لا يمكن لي أي جهاز أن يعمل بدونها، لأي جهاز حاسوب نقصد شباب. بهي في برمجيات أخرى، برمجيات إضافية ملحقة، برمجيات ممكن نسموها احنا البرمجيات التطبيقية، هذه برنامج غالبا وظيفتها ترتبط بأن تقدم خدمة لك أنت كمستخدم نهائي، ما لهاش علاقة بإدارة الجهاز أو تنظيم الجهاز. ولهذا كأننا بنقوله البرمجيات تنقسم من حيث الوظيفة إلى برمجيات وظيفتها هي إدارة وإشراف على الكيان المادي اللي قلنا عليه، والإدارة والإشراف على البرمجيات الطرفية هدية، وتقديم خدمة لك أنت كمستخدم. إذا نعاود شباب، البرمجيات ممكن من حيث الوظيفة نقول برمجيات تشغيلية وظيفتها الأساسية إدارة الحاسب الآلي، تمام، وبرمجيات أخرى تسمى برمجيات تطبيقية وظيفتها تقديم خدمة للمستخدم. هيك بشكل عام. طبعا في برمجيات كثيرة جدا وأنواع كثيرة من البرمجيات، لكن هادو ما اللي يهموني نيع على الأقل باش نوصلوا بهم لموضوعنا اللي حنتكلموا عليه شباب. تمام، به. إذن لو سألتني قلت الويندوز في أي طائفة ممكن نحطوه من طائفتين هادو ماي شباب؟ ها؟ الويندوز في أي طائفة ممكن نحطوه شباب؟ تمام، طائفة برمجيات التشغيلية ولا التطبيقية؟ ها؟ طائفة البرمجيات التشغيلية، نعم هو نظام تشغيل، تمام، هذا نظام تشغيل، الويندوز يعتبر خيرها نظام تشغيل قلنا شباب، من ضمن القائمة أو الخاصة بالبرمجيات التشغيلية للحاسب الآلي. لو قلنا برنامج أندرويد، مر عليكم شباب، هذا نظام تشغيل، نظام تشغيل لشني؟ مظبوط، للهواتف الذكية. إذا حتى الهواتف الذكية عندها نظام تشغيل يخصها. باهي، لو قلنا مثلا برنامج الآلة الحاسبة اللي موجود عندي في، سواء كان في الويندوز ولا الآلة الحاسبة اللي موجود عندي حتى في التليفون، هو عبارة عن أبليكيشن صغير ولا برنامج وظيفته خدمتك أنت كمستخدم، صح، لكن ما يقدمش في خدمة للجهاز، تمام. إذا هو يعتبر خيره برنامج تطبيقي ما شاء الله، مش من نظم التشغيل، تمام شباب. هو هذا المطلوب أن نعرف على الأقل نفرق بين نوعين البرامج، وأن برامج أساسية لا يمكن للحاسوب أن يعمل بدونها اللي هي نظم التشغيل، وبرمجيات أخرى اللي هي برمجيات مساعدة، تمام. البرمجيات المكتبية شباب، البرمجيات المكتبية هذه تقع ضمن أي طائفة ترى شباب؟ البرمجيات المكتبية اللي هي الأوفيس أبليكيشن ولا الأوفيس بروجرام، اللي هي من ضمنها الوورد، تمام شباب ما شاء الله، من ضمنها الوورد اختتوه في المقر الأول، هي من ضمن البرامج التطبيقية، تمام شباب، هي من ضمن البرامج التطبيقية، إجابة صحيحة. إذن ما دام هي شباب من البرامج التطبيقية، إذن يمكن أن تلقى حاسوب ما فيش أوفيس، جدا عادي، صح؟
باه. البرامج المكتبيه هذه اللي هي المايكروسوفت اوفيس ابلكيشن في منها عده اصدارات، في منها عده اصدارات. الاصدارات هذه انت تختار منها ما يناسبك. يعني مثلا شباب احنا الان نشغلوا فيها اللي هي مايكروسوفت اوفيس 2016، ممكن تلقى اجهزه تستخدم مايكروسوفت اوفيس 2019، او ممكن تستخدم الاوفيس امتاع 2010، او تستخدم الاوفيس 2013. من يحدد شباب اني وعلاش ننتقل لل16 او ننتقل لل19؟ اللي يحدد حاجتين هي الهاردوير او امكانيات جهازك، هل تستطيع ان تشغل هذا الابلكيشن الجديد ولا ما تقدرش، هذه رقم واحد. رقم اثنين، انا في حاله انتقالي الى البرنامج الحديث هدايا، هل انا محتاج للميزات اللي فيه او لا؟ يعني مثلا انا باش بنطور بننتقل من 2013 الى 2016، ايه اوكي مواصفات جهازي تقبل البرنامج الحديث، لكن انا كل الامكانيات اللي نخدم بها موفرها لي الاوفيس 2013، فما فيش داعي ننتقل الا اذا كان الشركه خلاص رفعت الدعم على هذا المنتج، وبالتالي انا مضطر اني انتقل لمنتج اخر باش نلقاه موجود في السوق ونحصل حتى ليه دعم. تمام. اذا قلنا البرامج المكتبيه انواعها البرامج المكتبيه انواعها ذكرت منها مثال، قلت الوورد صحيح، مثالنا الثاني نحن نشتغله في الكورس هذا اللي هو الاكسل صحيح، وبرنامج الباوربوينت كذلك صحيح، برنامج الاوتلوك تمام. على فكره شباب البرامج المكتبيه في برامج اساسيه ومهمه وضروريه غالبا كل يعني معظم الناس تعرفها، في برامج اخرى ايضا موفر هذه الاوفيس لكن ما نشتغلوش بها شباب، زي الون نوت هذا اللي الموجود من ضمن البرامج المكتبيه، ايضا برنامج الفيزو اللي هو من ضمن البرامج المكتبيه لكن غالبا ما تلقاش عدد كبير من الناس تشتغل به، زي برنامج البابليشر اللي كان موجود من ضمن القائمه بتاع برامج الاوفيس. يعني في عدد كبير من برامج الاوفيس لكن استخدامها اقل بالنسبه لنا، اكثر استخداما غالبا نبدا بالوورد اكسل بعدين باوربوينت والاوتلوك، هذو ما اكثر استخداما بالنسبه للبرامج الملحقه. نجول الموضوع الثاني هدايا نهايه شباب هنا. خلاص احنا عرفنا هذا كله كان الجزء نظري، الان بيبدا الشغل الحقيقي شباب هنا. الان تو خلاص مش بنرموا الورقة والقلم، لكن خلاص بيبدأ شغلي على الأقل وندون ملاحظات، الآن بيبدأ الموضوع عملي. كيف نقدر نشغل برامج الأوفيس؟ تقدر تشغل شباب برامج الأوفيس بأكثر من طريق، يعني مثلا بمجرد الضغط على زر ابدأ حيعطيني قائمة ابدأ، لو ضغطنا على All Programs حيعطيني كافة البرامج اللي تم تثبيتها في الجهاز، من ضمنها برنامج شنو شباب؟ إكسل، هذه القائمة اللي تحوي كل البرامج اللي مثبتة على جهازي، هذا الخيار رقم واحد للتشغيل، صح؟ الخيار الثاني شباب ترى قولوا لي انتم. ايه المفروض مر علينا في الويندوز. تمام بالضبط شباب، اللي هو شنو شباب هني؟ السيرش بروجرام اند فايلز. البوكس هذا شباب عبارة عن شنو؟ عبارة عن صندوق خاص بالبحث، البحث على شنو؟ على برامج وملفات. يعني كيف بندير انا باش نوصل لملفي ولا برنامجي؟ نكتب الحروف الأولى منه وهو يدير عملية بحث عن الاقرب يسموه فايند نيرس. كتبنا اكسل شباب، اكسل مازال ما كملتش انا شباب، بمجرد ما درنا حتى اي اكس قعد يختصر لك في الكلمات اللي تبدا بالاي اكس وهكذا شباب، صح؟ وضع زدنا سي زاد اختصر، مظبوط شباب معايا ولا اي ال وهكذا قعد يختار لي في الموضوعات اللي لها علاقه بمايكروسوفت اكسل. واضح الفكره شباب؟ واضح اللي عنده هنا. تمام، شو ندرنا شباب؟ الخيار الثاني السيرش بوكس وكتبنا اسم برنامج ندور فيه، مظبوط شباب الله يبارك. شن ثاني نسمع في واحد يقول ايكونه. تمام، على سطح المكتب احيانا شن نلقى شباب؟ نلقى مجموعه من الايقونات للبرامج اللي تم تثبيتها كذلك، صح؟ وعلاش ندير في الايقونه؟ ندير في ايقونه عباره عن اختصار سريع يوصلني للبرنامج المطلوب، بمجرد ما نضغط على ايقونه دبل كليك نوصل البرنامج اللي نبيه. هذا الطريق الثالث للوصول الى برنامج اكسل. الطريق الرابع ايوه زي ما نلاحظوا هنا عندي عليه شريط المهام فيه بن ولا اختصار او زر لبرنامج اكسل، هذا من ثبتها انت كيوزر، قلت انا بنضيفها بشكل مختصر بحيث يصبح من ضمن مكونات الشريط، وعلاش؟ باش بمجرد ما نضغط عليه يشغل برنامج اكسل. اذا شباب عندي طريقة وحيدة لتشغيل برنامج الإكسل، مظبوط؟
لا تمام شباب، اللي هم البن هذه اللي احنا واقفين عليها تو، الثانيه هيكون على سطح المكتب، الثالثه من خلال الضغط على زر ابدا. صح هو؟ قبل انتقال البرامج وين؟ مظبوط، الصندوق الخاص بكتابه او بحث عن الملفات والبرامج. تمام، نكتب هنا اسم البرنامج، الخيار الثالث جي لي اول بروجرامز. واضح فكره شباب؟ به. الان شغلنا باي طريقه من الطرق اشتغل برنامج اكسل. خلاص شغلنا برنامج اكسل. شغلنا برنامج اكسل شباب، وطول اعطاني امكانيه اني ننشئ ملف فارغ، ننشئ ملف شنو شباب؟ فارغ. الملف في اكسل عنده شنو شباب؟ عنده اسم وحيد. شنو عنده شباب ملف في اكسل؟ عنده اسم وحيد، مظبوط شباب؟ شنو هو الاسم اللي عنده؟ مصنف بس. لا يسموا فيه كذلك بوك. شباب صح، هو هذا اسم الملف هنا في وورد. شنو كان اسمه الملف؟ مستند دوكيمنت، مظبوط شباب. هنا اسمه مصنف بالعربي والا بوك. شنو ثاني اسمه؟ وورك بوك. تمام شباب، اسمه وورك بوك. شنو ثالث؟ سبريد شيت. اذا نقدر نسمي المستند شباب في وورد هذا الملف هو مستند، وفي اكسل بوك سبريد شيت مصنف. الله يبارك شباب. تمام به. لاحظوا الان شباب المفروض نشتغل على شنو شباب؟ عندنا شغلنا برنامج اكسل صح، مكونات الاساسيه. مكونات الاساسيه شباب، اول حاجه شريط العنوان، شريط موجود في اعلى النافذه، فصل اسم الملف المفتوح او النشط واسم البرنامج. ايضا من ضمن مكونات الشباب ازرار التحكم بالنافذه، هما زر قفل النافذه، زر تصغير النافذه وجعلها كزر في شريط المهام، وزر تكبير واستعاده النافذه. تمام به. شن ثاني؟ ايوه شريط، هو شريط ازرار اسمها شنو اسمه؟ الكويك اكسس تول بار. تمام، اللي هو شريط الوصول السريع. تمام، شريط الوصول السريع عباره عن شنو؟ عباره عن ازرار تمكنك للوصول بشكل سريع للوظائف والمهام. يعني مثلا بدل ما تدير نيو تضغط على فايل وتدور منها للنيو، اهي حطيناها كزر في شريط المهام. شن ثاني؟ الاوبن نفس الشيء. تمام، حطيناها كزر في شريط المهام. الشريط هذا شباب على فكره، هل هو شريط قابل للتعديل؟ بمعنى ان العناصر اللي فسطه نضيفه ونلغوه. ايه شباب مظبوط، شنو الدليل؟ شنو الدليل ان الشريط قابل للتعديل؟ السهم هو الصغير 100% شباب، السهم هذا الصغير يدل ان الشريط خيره قابل للتعديل بالنسبه لعناصره. تمام، هم اللي قدامهم صح معروضات. ترانجون هني عندي نيو قلنا شغاله صح شباب، ترى هي نحيناها مظبوط. زر، اذا في امكانيه انك تضيف زر او انك تلغي زر من ضمن الازرار اللي موجود به. هذا الجزء الثاني شباب، الجزء الثاني اللي هو يمثل الحاجه اللي اسمها رايبون تابس. كل واحده من هذوما فيها مجموعه من الوظائف، ومقسم لكل الوظائف المتشابهه في مجموعه يسموا فيها جروب زيتو هنا شباب. هذه فونت لها علاقه بالخطوط، احجام الخطوط، انواع الخطوط اللي هم هذومايا، الوان الخطوط، انماط الخطوط. لما تتكلم على الالاينمنت اللي هي الموحده، يا اما حتحادي النص على اليمين يا اما على اليسار يا اما النص حيكون في الوسط. هنا تتكلم على النمبرز ولا تغيير الفورمات نتاع الخلايا، هنا تتكلم على ستايل وهكذا. يعني كل تاب من هذومايا مقسمه لمجموعه من الوظائف اللي تقريبا متشابهه من حيث الشكل العام لها. به هذه أشرطة يسموا فيها الرايبون. تمام، هذا سمى فيها تاب بروحها، هذه تاب كل المكونات يسموا فيها رايبون. به ما له هذا شنو هو شباب؟ اسمها الباك ستيج والا قائمة فايل. الباك ستيج ولا قائمة فايل صح هو؟ كويس. احنا مصطلح قائمة شباب يعني اختفي، ما عادش عندي هذيك القائمة بمعنى قائمة، ولكن سموا فيها الباك ستيج. به تمام، شنو فيها؟ اي نعم، نبي منكم نسمع شباب الوظائف الأساسية اللي تصير على الملف. تمام شباب بالضبط، يعني الوظائف الأساسية اللي تصير على الملف زي شنو شباب؟ زي إنشاء ملف جديد. الله يفتح عليك. تمام شباب، إنشاء ملف جديد يعني نمشي لملف ونقول له جديد، كأني درت كرييت لملف جديد ولا سبريد شيت جديد ولا بوك جديد. يس تمام، هذه كلمة جديد. به شنو ثاني في ملف ممكن يصير؟ ممكن يصير اوبن، يعني ملف عندي مخزن وعنده اسم نبي ندير له اوبن نفتحه. تمام، يصير اوبن شباب.
ما شاء الله، الله يبارك. شن تاني ممكن يصير على قائمة ملف شباب؟ ممكن تطبع الملف، صح شباب، ممكن نطبع الملف، نمشي لفايل نلقى فيها برنت، تمام. شن تاني ممكن يصير على الملف؟ ممكن يصير له حفظ الملف هدايا. حفظ شنو معناها شباب؟ يعني الملف مش مخزن ونبي نخزنه في الجهاز باش نقدر نعدل فيه مرة تانية أو نطبعه مرة تانية أو نشاهده مرة تانية، صحه اللي هي فايل سيف. عندي حاجتين هنا، معلش سيف وسيفات شباب. بالضبط، السيف لما يبدأ الملف موجود وصار فيه تغيير، الله يفتح عليك، تمام شباب، يعني الملف موجود عنده اسم وعنده مكان في الجهاز عندي، صحه صار فيه تغيير، ما عادش بندير سيف، شو ندير شباب؟ سيفاز. لا العكس، بندير سيفاز، ندير سيف شباب. لان الملف موجود وعنده اسم، المفروض وين نمشي؟ نمشي لي سيف خلاص، لان بنحفظ التغييرات على نفس الاسم ونفس المكان. لو الملف شباب جديد ومش متكون، المفروض وين نمشي؟ سيفاز. تمام، اذا عندي خيارين كأن شباب، عندي كم خيار شباب؟ كأن خيارين، خيار سيف، تمام شباب، خيار شو اسمه؟ اسمه سيف، وخيار اخر السيف معها از، تمام شباب. السيف لما الملف محفوظ باسم وعنده مكان يصير فيه تغيير كل مره بندير له سيف. لو كان الملف مش محفوظ شو بندير شباب هنا؟ بندير سيف از، هذا خيار الاول. لو الملف محفوظ نبي نغير لمكانه بنفس الاسم يقعد لكن نغير لمكانه، بنجي للسيف از، بنقول له سيف از حيعطيني القائمه بتاع السيف از، نغير المكان ونثبت الاسم زي ما نبي، صحه. بقى الخيار الثالث بنغير النوع بتاع الملف، مثلا هو ملف اكس بنخليه يولي بي دي اف، صح. الخيار الرابع اني بنغير شنو شباب؟ بنغير الاسم ونخلي المكان ثابت. الخيار الاول الاسم والمكان ثابت، الخيار الثاني المكان والاسم ثابت، الخيار الثالث النوع، مظبوط شباب. الخيار الرابع ما عنداش لا اسم ولا عند مكان، وممكن نثبته ان نعطوه اسم ونعطوه امكان، 100 100. الله يبارك شباب اللي عنده هنا. هذه قائمه فايل. الان نشوفوا ترى شنو الاجنده بتاعتنا، شنو تقول الاجنده، شنو قالت الاجنده؟ قلت لك بعد ما تشغل وتحكي لي على المكونات، مثلا ما تميناش احنا شباب مكونات، او اكثر حاجه تهمني شباب ردوا بالكم على هي الشيت، وردوا بالكم على الزوم هديه. الشيت هذه عباره عن صفحه في وسط ملف، يعني عندي هذه اسمها شيت او اسمها وورك شيت، فرقوا بين الورك بوك والورك شيت. هنا كان وورك زيدها شيت تولي ملف، هنا وورك وزيدها بوك، عفوا هنا صفحه تولي، هنا وورك وزيدها بوك تولي شنو شباب؟ ملف، تمام. العنصر الاخير اللي حنتكلم عليه شباب اللي هي هنا، هذه موضوع الزومنج. الزومنج هنا بتدير عمليه تكبير او تصغير لاحجام الخلايا بحيث تكبر لك الخليه، تمام، باش تكون اوضح لك انت في الشغل. هل يترتب على تغيير حجم الخلايا هدايا لو زدناه هيك في تغيير حجم الخط؟ لاحظوا معي شباب هنا حجم الخطه، هيا شوفوا الخيار هذا، شوفوا هنا هاي شباب، ندير لها دائره باش ما تضيعش منها هنا. شوفوا شباب لما ندير زوم، زوم اوت، ما تغيرش الحجم، زوم ان يعني نكبر ونصغر، ما تغير شيء، واضح الفكره شباب؟ فردوا بالنا من الموضوع هذا. الان شباب خلاص كملنا جزئيه مكونات الشاشه. الان نجي لجزئيه ادخال البيانات. جزئيه شنو شباب؟ ادخال البيانات. ادخال البيانات شباب جدا الموضوع اسهل من انك تتصور، تمام، انك تحط مؤشرك عليه خلية وتبدا تكتب. هاي الخلية شنية؟ انت تقول تحط مؤشرك على الخلية، الخلية هي عبارة عن تقاطع لأعمدة مع صفوف. الأعمدة قالوا كل عناوين أعطيناهم حروف، تمام، والصفوف كل عناوين أعطيناهم أرقام. كل ما يتقاطع حرف مع رقم راهي خلية، زي هنا أنا موجود، موجود في السي 5، هي السي 5. لو كان مطلوب مني إدخال اسمي في السي 5 خلاص نوقف على السي 5 وندخل الاسم بتاعي، تمام، واضح. مثلا اكس واي زد، واضح فكره شباب؟ ترى ادخال البيانات شباب هل يترتب عليه ضروري نوقف على الخليه وندير دبل كليك فصلها باش نكتب؟ لا، مجرد ما تحط مؤشرك على الخليه ابدا اكتب بس. مثلا شباب
وقفت على الخليه اي 1 وانا بنكتب النص الثاني This is my file that I have just made. هذا الملف اللي كيف انشأته. به لاحظوا شباب النص اللي كتب بالعين هيك قدامي بالعين نشوف فيه اكبر من حجم الخليه المعروضه. بهي كيف صار؟ هو معناها انكتب حتى في البي واحد وفي السي واحد وشويه منه في الدي 2. لا هو ما انكتبش الا في الدي واحد والاي واحد عفوا شباب. والدليل لو وقفت على الاي واحد حنلقى النص. كان وقفنا على البي واحد ما فيش حاجه مكتوبه هنا. الشريط هو سموه في شريط الفورمولا بار ما فيش ترافسي ما فيش تراهني ما فيش. هل المطلوب مني ان نزيد في حجم الخليه بحيث تناسب النص المعروض تو هيك؟ لا هذا من ضمن اسئله الامتحان. يعني هو قال لي ادخل النص في الخليه اي واحد خلاص اكتب النص في الخليه اي واحد. شنو يترتب عليها النص معروض مش معروض؟ خلاص لو في سؤال بعدها بنغير العروض بتاع الخليه يسموه في الكولم ود هذيك نغير بعدين. لكن تو هيك مطلوب مني نكتب بس. واضح فكره شباب؟ تمام. جيت مثلا هنا شباب شنو قال لي مثلا؟ قال لي مثلا هنا نبو ندخلوا مثلا الستودنت نيم فنكتبوا النيم. وجينا هنا مثلا بنقولوا السبجكت اللي بندخله شباب مثلا يعني بنديروا مواد احنا للطلبه ونبوا نكتبوا ال شو اسمه نبوا نكتبوا العناوين تاعها. كان درنا شباب سبجكت زي تو هنا ودرنا خاصيه اللي قلنا عليها شباب تاع الاوتو فيل تعبئه تلقائيه. شو تدير؟ حتكرر الناس عبد الخديوي وشوفوا شباب حتعاود النص. بهني ما نبيش هيك. انا عندي سبجكت 1 سبجكت 2 سبجكت 3. هل من المعقول اني بنكتب سبجكت 1 وبعدين عاود نكتب سبجكت 2 بعدين عاود نكتب سبجكت 3؟ ها ايوه بالضبط شباب. يعني نوقف على هنا تقصدوا وندير واحد باه ترى نشوف بعدين هي بتولي هنا سبجكت 2 سبجكت 3 ترى نجربوا شوفوا. تمام اذا هي هذه كتبنا النص في الخليه بي 3 سبجكت 1 ودرنا له اوتو فيل جاب لي السبجكت. تمام باه شو بنديروا تو هنا شباب هنا باه بنديروا مثلا شباب هنا بنديروا الفاينل توتال مثلا ولا الاكزام نديروا اكزام هذا الاكزام هنا بتاع الطلب. بعدين هنا بنديروا شباب شنو مثلا هنا بنديروا الفاينل ريزلت الفاينل ريزلت. كل اللي ادخلناه عباره عن نصوص وقفنا في خلايا معينه اعتبرناه حيكون هذا عندي جدول. الجدول هذا شباب لاحظتوا تو انا زدت في الاحجام ونقصت في الاحجام هذا مش مطلوب منك في الامتحان شباب. بهي احنا غير باش نخلو شكل الجدول خيره شكل الجدول مناسب. تمام باه جينا هنا شباب غيرنا لون التعبئه. لاحظتوا لون التعبئه نفس لون الخط اللي مكتوبه به النص. هل هذا صحيح؟ هذا خطا. اذا المفروض على الاقل نغير في لون الخط المكتوب به مش على الاقل يكون في فرق في الالوان باش ينعرض النص. تمام هنا ستودنت هذا بنسموه مثلا اي عفوا باهي هذا بنسموه A وهذا بنسموه B وهذا C وهذا D. أربعة طلبة عندي كويس. السبجكت هذا شباب كم جاب فيه؟ جاب فيه 10 من 10. هذا جاب فيه 10 من 10. هذا جاب فيه 9 من 10. تمام. الإكزام المفروض كم بيجيب فيه تو شباب؟ هنا المفروض يجيب فيه 70. جاب الطالب هدايا 70 من 100. كويس شباب. باه نفس الشيء خلي الطالب هدايا بنعطوه مثلا 9. لاحظوا فيه شباب ندخل في ارقام بالصح. باه شوفوا شباب لو انا ادخلت زي تو قدامي القائمه ني مطبوعه القائمه اللي فيها اسماء الطلبه وقالوا لي دخل الدرجات بالشكل هذا شباب. فالطالب الاول جاب 10 بنديرها حددت هذول ما يكونوا بس 10 بعدها انتر. قديش جاب مثلا البي في السبجكت الاول؟ جاب 9 9. السي قديش جاب في السبجكت الاول؟ جاب 7. بعدين اللي بعده جاب 8. تمام اول ما ندير انتر راح حيولي للخليه اللي كنت واقف عليها اللي هي البي 4 اللي هي بتاع اول طلب. لا انا ما نبيش هيك شباب. شنو نبي توا؟ بنحدد هو الجدول بتاعي كله تمام باش الادخال يتم على النحو التالي. كملنا هذا كملنا هذا كملنا هذا انتر شفتوا وين مشى شباب؟ مشى لي ثاني عمود اللي فيه السبجكت الثاني. الاول عنده 10 9 10 9 ونص تمام. اخطانا هنا في هذو ما خلينا نحدد بس هذه شنو قلنا احنا شباب؟ هذه 9 ونص تمام. اللي بعدها 9 اللي بعدها 10 اللي بعدها 9 9
عشرة عشرة تسعة عفوا هني أخطأنا في هدوما يا شباب، هدوما مفروض على السبعينات، هدوما هدوما سبعين سبعين ستين تسعة وستين سبعين ستين ثمانية وستين تمام. به توا شباب هني مثلا شو بنديروا توا في الفاينل ريزلت؟ نبيكم عندهم تفكروا لي في معادلة تحسب لي المجموع متاع الاختبارات اللي حصلهم الطالب تمامه، وال شو اسمه والاكزام اللي جابه، يعني في السبجكت الاول جاب 10، في السبجكت الثاني جاب 10، السبجكت الثالث جاب 19 او عفوا 9، وبعدين الاكزام جاب فيه 70 تمام، درجه عالميه يعني عندي كويس. شو المفروض نديره شباب هنا؟ يساوي صحو ب 4 زائد لا كيف نديره؟ مظبوط شباب. اذا المفروض نوقف هنا ونجو لي اوتو سم، نختاروا منها اول حاجه الصم، حدد لي الخلايا اللي فيهم ارقام قال لي حنجمعهم لك هذوما، صح شباب؟ او لاحظوا اللي مكتوب هنا شباب، ولاحظوا الرنج اللي خداه، الصم حيجمع من البي 4 الى الاي 4 تمام شباب. خلاص اجمعنا، بعد ما نفذ على الصف الاول نبدا ندير خاصيه الاوتو فيل، نوقف هنا وندير دبك لك شباب تمام. باه لو قلنا هنا شباب مثلا شو نبوا تو شباب هنا؟ كتبنا هنا مثلا الفاينل ريزلت، ولا كتبنا الاكزام، ولا كتبنا التوتل، ولا كتبنا زي ما نبوا احنا شباب، صح؟ باه ممكن ايش نديروا؟ نديروا ملاحظات، ونديروا اي داله اف، نديروا داله ثانيه مثلا، اي داله من الدوام. باه الجدول اللي عندنا هنا شباب شو ندرنا احنا؟ ادخلنا اسماء طلبه، وخدمنا جدول فيه مجموع الدرجات، وجينا هنا استخدمنا معادله بس. هذه من ضمن الموضوعات شباب اللي هي مفروض ما تغيبش علينا تمام. باه بعد ما ادخلنا البيانات المفروض نفكر فاشتو شباب في تنسيقها. باه لاحظتوا هنا شباب انا نبي الارقام مفروض يقربها لي، كل الارقام تكون صحيحه، ما فيش ولا رقم فيه كسر تمام. باه الخيارات اللي عندي شباب ركزوا بالله عليك، هنا يا اما بنزيد في الفواصل، هنا يا اما بننقص. لاحظتوا شو صار في 9.5؟ هي 9.5 شباب، ركزوا عليها تو. بننقص في الارقام الكسريه، فشن بيدير 9.5 شباب المفروض؟ بيقربها. ولت 10. ترى بنزيد شباب هنا. ترى بدل 9.5 شباب هنا بنخليها 9.4. انتر. معي شباب، وحددنا الرنج هو كله شباب. وقلت له بالله عليك نقص ديكريز في المنازل العشريه. خليها 9 وعلاش؟ لأن أقل من النص 9.4 مش حيقربها، وبالتالي حتكون 9. واضح فكرة شباب؟ شن درت أنا في الواقع شباب؟ مشيت عدلت في تنسيق البيانات بحيث قعدت البيانات اللي عندي نبي يكونوا أرقام صحيحة بدون فواصل، فقعدت يا إما نزيد في الأرقام بعد الفاصل يا إما ننقص. هذه واحدة من طرق الضبط عندي أنا، صح؟ شن في الضبط الثاني بنديره شباب؟ بنخلي النص هذا بيكون في نص الخلية. هذه واحدة من طرق الضبط. الثاني شن بندير أنا شباب؟ نبي نخليه بولد شوية النص هذا، صح؟ شن ثاني بنديره؟ ممكن نديره هي البوردر شباب، فنقول له بالله عليك اعطيني اول بوردرز، فدرنا حدود على الجدول هدايا اللي احنا نسقناه تمام. هذا بشكل بسيط جدا شباب اشتغلنا بهي. شن ثاني ممكن يهمني شباب؟ بنحدد الرنج هو كله، وبنقول له بالله عليك دير دمج، ادمج الخلايا اللي كانوا يعتبروا خيرهم مفصولات على بعضهم اصبحوا كانهم خليه واحده. واضح فكرة شباب هنا؟ هذا ادخال وفورمات، صح؟ به ممكن شنو يهمني ثاني في الفورمات؟ لو عندي اسماء كثيره من الاسماء نتاع الطلبه شباب بننسق الاسماء بحيث ان مفروض العرض نتاع الخليه هذه خيره يعرض كافه الاسم باش يكون عندي الاسم واضح تمام. خلاص ادخلنا البيانات نسقناها، الان عمليه المراجعه، بيجي دور عمليه شنو شباب؟ المراجعه. كيف المراجعه شباب؟ هنا ده موضوعنا شباب، احنا في المراجعه، ما تنسوش هذا احنا موضوعنا في المراجعه تو شباب. باهي غير بان حابش لما نشغل في الاكسل ما طلعش الصفحه فيها شويه. باهي كويس موضوع المراجعه، قلنا كان عندي اسماء كذلك، شو بندير شباب؟ مفروض انا مفروض بنتاكد انه ما فيهاش اخطاء، فاما نضغط على المفتاح الاف 7 مظبوط ولا، ويا اما نجي لي ريفيو نضغط على سبيلينج باش يدير تشيك على الاسماء اذا كان عندي اخطاء املائيه، اذا كان عندي كذا كلها يعرضها وما عادش تبدا عندي فيها اخطاء. واضح فكره شباب؟ زايد شنو ثاني نفكر فيه؟ زايد بنمشي للفيو مفروض
نفكر في ان ناحيه الطباعه حتكون الجزء هذا فقط. تمام. فمثلا شباب شو بنقول توني حتى في البيج بريك هذا برد بالك منها شباب، احنا ما نبوش الا الجزء هذا بس يكون مطبوع. يعني حتى لو عندي الرد على النورمال مش يكون عندي واضحه، يعني لو عندي مثلا شباب لو عندي هنا مثلا A B C ديتا مكتوبه هنا شباب، ديتا مكتوبه هنا وانا حددت الرينج هذا بس للطباعه، هو اللي نبي نطبع شباب، هو ما نبيش. شوفوا في الوضع الطبيعي لو قلنا لا بيج بريكر وريني فاصل صفحات حتى الاي بي سي طلعها، انا ما نبيش هذا شباب. مظبوط شباب ولا انا ما نبيش هذا؟ بقى شو نبي شباب؟ نحدد الجزء اللي نبيه. انا المفروض شباب حددنا الجزء اللي نبوه، واحنا شو بنديروا له تو؟ بنقولوا له في اللي اوت. تمام. شو بنقولوا له تو هنا شباب؟ بنقولوا له حدد ناحيه الطباعه هي ست برنت اريا، يعني الجزء اللي محدده هو اللي نبيه يكون داخل الاريا بتاع الطباعه. ترى نجربوا شباب تو، نقولوا له بالله عليك ترى اعطينا فايل واعطينا برنت ترى ورينا، رغم ان الصفحه مش فيها اي بي سي هنا قريبه لكن ما طلعتش من ضمن الطباعه. شو اللي طلع الطباعه؟ الجدول اللي احنا حددناه وقلنا له هذا من ضمن البرنت اريا. كيف درنا شباب؟ تمام، حددنا الجدول مظبوط رقم واحد اثنين يعني في هما حددنا الجدول، بعدين انسيرت فورمات وين شباب؟ ها بيج لي اوت اللي هو تخطيط الصفحه. مظبوط شباب، احنا بنخطط الصفحه بتاعتنا. شو بنديروا شباب هنا بعد ما حددنا؟ نقول له ست برنت اريا، حدد لي ناحيه للطباعه او اللي محددينها هدايا ويكون جزء من الطباعه واضحه. وبعدين باش نتاكدوا مشينا لوين؟ للملف، وقلنا له ترى ورينا بالله عليك كان هذه اسمه فيها معاينه قبل الطباعه اللي هي برنت بريفيو. مظبوط شباب، وراني الجزء هذا. تمام شباب، ينقصني بعدين ندير برنت للفايل انت عيني، بس انتهي الموضوع. As simple as this. اوكي شباب، ها درنا معالجه البيانات المدخله ودرنا معاينه وتاكدنا منها وبعدين طبعناها. ما زال عندي جزئيه وحيده بس شباب، لو الفايل هذا نبغى نحفظوه شو المفروض نديره؟ فايل سيف ولا سيفاز شباب؟ كيف ممكن تتكلموا عليها؟ ها؟ سيفاز الله يبارك ما شاء الله. بقى انا مشيت لي سيف صح؟ حيعطيني نافذه سيفاز مزبوط، راح نجربه سيف. قال لي انت لازم تمشي للسيفاز، وعلاش؟ لان هذا المستند ما عندهاش اسم مازال وانت ما خزنتهاش. تمام، فنقولوا له بالله احفظه لنا مثلا بالاسم هذا اللي هو student result student results وسيف. واضح فكره شباب؟ تمام، نمر على الموضوعات مع بعضنا شباب كالتالي. الموضوعات كانت اول حاجه انواع البرمجيات مظبوط، بعدين البرمجيات المكتبيه وانواعها كذلك، اكثر من اصدار مظبوط اصداراتها اللي هي، وكيف يمكن تشغيلها. ما شاء الله، موضوعنا اليوم كان عليه المايكروسوفت اكسل 2016. تمام شباب، تشغيله بطرقه المختلفه. تمام شباب، بعدين مكونات شاشته. تمام، ثم ايه بعدين ادخلنا البيانات. تمام شباب، وبعدين هذه مسواش، وبعدين نسقنا البيانات المدخله. تمام شباب، وبعدين راجعنا البيانات المدخلة لو في أخطاء وعدلنا، ثم طبعنا المستند أو حفظناه لأجل استخدامه في مرات لاحقة. تمام شباب، شكرا لحسن استماعكم ونتمنى لكم التوفيق. لازم تجرب بهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.